أهلين مساء الخيرات. أهلين دكتور. شو بلاقيك متأخر بالمحل على غير العادة؟ إيه والله لقيت حالي متنشط شوي، قلت براجع الحسابات. يا سيدي الله يعطيك العافية ويخليك ويديمك فوق رأسنا يا سيدي. طمني شلونك أنت، شلون شغلك؟ والله يا أبي الحالة دائرة معي تمام، يعني يا بيجيني مريض باليوم يا مريضين وغير هيك ما في، مع أنه صار لي فاتح العيادة أكثر من 10 سنين. الرزق عند رب العالمين مكتوب ومحسوب. يعني لو ما حضرتك اشتريت لي هالعيادة كنت بدي أدفع أجارة وكانت حالتي بالويل، بس ربك رحيم عم ناكل ونشرب ومسورة. بابا أنت نظيف ولازم تضل نظيف طول عمرك، مهنة الطب مهنة إنسانية قبل كل شيء، ولا تنسى أنك حالف قسم على شرف المهنة. صدقني يا ابني أنا ما بفتخر فيك إذا كنت طبيب غني، بفتخر فيك إذا كنت طبيب إنسان. تربيتك يا أبي، والله تربيتك. بالعكس أنا إذا كنت حابب صير غني فعذري الوحيد بهالطموح إني خليك تقعد بالبيت والتزم بمصروفك وحاجتك شغل بقى. يعني أنت والله ما قصرت معي منوب، ولازم أنا هلأ يعني ردلك جميلك. لا هلا بلشت تخبص بالحكي. ألو نعم. يا أهلين مرتك نسرين، تفضلي احكي. أهلين نسرين. لا يلا يلا جاي، بس حبيت أمره على أبي وأطمن عليه. نعم ولا يهمك هلا بقول له. ماشي الحال، الله معك. عم تقول نسرين ليش ما بتجي بتتعشى عنا بالبيت أحسن ما تتعشى لحالك بالدكان؟ سبقتكن أكلت سندويشة لبنة ومشي الحال. إن شاء الله صحة وهنا. ويا ترى بدك تمشي هلا ولا بدك تضل سهران؟ ما قلت لك شايف حالي متنشط، بركي بكمل حساباتي أحسن. ماشي إن شاء الله على طول. تصبح على خير. بدك شي بابا؟ سلامة عينك. يسلم لي عمرك. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. أنا برأيي وضعنا ما رح يزبط إلا إذا اجتك فيزا من الخليج. ما بدهم واحد بعمري، بدهم واحد أصغر مني. أنا عم شو قصري النظر؟ شو أنت موظف حكومة لحتى يحيلوك على التقاعد؟ شو بيعرفني؟ بس بكل طلباتهم عم يحددوا شرط العمر. طب يحطوك مدير مستشفى أو مدير مستوصف، يعني يستفيدوا من خبرتك. يا ستي هون ما عملوها حتى يعملوها هنيك. بدك تتفرج على التلفزيون ولا بدك تنام؟ لا والله بدي اسطح شوي تعبان. طيب حبيبي سبقني وانا هلا لاحق. ماشي. مين بده يجي لعنا هلا؟ ما بعرف، غريب. يعطيك العافية دكتور. خير؟ دخيل عينك، في عندي شخص مريض وبحاجة لإسعاف. خير شو بو؟ ما بعرف بس إصابته كتير خطيرة ولازم تروح معي بسرعة. بس أنا هلأ يستر عرضك يا دكتور لا تخيبني. طيب شو عم يصر له؟ شو وجعه؟ يا دكتور ما بعرف بس المسكين ملقح لا من تمه ولا من كمه. وين البيت؟ بعيد من هون؟ لا مو كتير دكتور، يعني شغلت 10 دقايق بالسيارة. أنت شو بتكن له؟ قرايبه دكتور قرايبه. عجل دكتور استر على عرضك. معك سيارة؟ أي معي سيارة. أصبح سبقني عالبير ما ألبس. حاضر دكتور حاضر، كتر خيرك. خير شو في؟ حالة إسعاف طارئة. يا لطيف. مطولين للرسالة؟ وصلنا دكتور وصلنا. شو دكتور طمني. شو طمني؟ انا ما بقدر ساوي له شيء على الاطلاق. شلون يعني؟ يعني انا ما بقدر المسه او اقدم له اي مساعده. انا اسف يا دكتور. شو اسف ما اسف، الزلمه رح يموت بين ايدينا. دبره
شو دبره يا أخي؟ هذا زلمة مصاب بطلق ناري بصدره وشغلة فيها مسؤولية. يا دكتور والعمل هلأ؟ العمل لازم نخبر الشرطة. شو شرطة ما شرطة دكتور؟ ما في داعي نخبر الشرطة. ليش أنتوا شو عاملين؟ نحنا؟ شو عاملين؟ مو عاملين شي. مين يلي قوصه بصدره؟ يا دكتور يعني صارت معنا حادثة بسيطة بالصدفة، وإذا بدنا نخبر الشرطة بصير فيها سين وجيم، يعني بتعقد المسألة. هي مشكلتكم، أنا ما بقدر ساعدكم منوب، آسف. إن شاء الله دكتور فهمني، الزلمة رفيق ورح يموت بين إيدينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك حبيبي عم تفهم عربي أنت؟ هالشغلة فيها جرم، فيها جناية، شلون بدك ياني فوت بالموضوع بدون ما أعرف شي عن المسألة؟ بصير شريككم بعدين. يا دكتور يا دكتور الشغلة إنسانية، بعدين بهون عليك يموت بين إيديك وما تقدر تعمل له شي. طيب أنا رح طالع له رصاصة من صدره، بس بمجرد ما أطلع من هون بدي أخبر الشرطة. لا تنسى انك حالف قسم على شرف المهنة. يعني انت والله ما قصرت معي النوم. ايه دكتور شو؟ طيب ماشي الحال. يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. وين طالع معي؟ دكتور مشان وصلك. لا لا تركني لحالي. طيب دكتور يعني مشان. لا تخاف لا تخاف، ما رح خبر الشرطة، بس أنا حابب أتمشى لحالي. ما كان لازم أخذ منه المصاري، ليش الله عمى على قلبي وأخذته؟ بس كان لازم أخذ هالمصاري لأنه مصروفي ما عم يكفيني، والوالد اللي يا دوب عم يطالع لقمة عيشه بحاجة إلي مثل ما أنا بحاجة إله، وربنا سبحانه وتعالى ما رح يحاسبني لأنه بيعرفني مضطر. سامي أنا بالمستشفى، أبوك تعبان شوي. خير نسرين شو فيه؟ مسكين وضعه حساس شوي. شو السبب؟ شو صار معه؟ سلامتك. أهلين بابا، منيح اللي شفتك. خير بابا؟ شو صار معك؟ بعد ما تركتني ورحت هجموا علي اثنين زعران بدهم يسرقوني، لما حاولت قاومهم واتصل بالشرطة واحد منهم بإيده سكين ضربني بصدري، ساعت اضطريت دافع عن نفسي سحبت المسدس اللي بالدرج اللي عمري ما استعملته أو وسط عليه
بعرف شو صار له. وعرفت مين هدول؟ لا، بس واحد منهم شعره أحمر وعلى خده علام جرح قديم. ولا يهمك بابا، ولا يهمك إلا ما يكشفوهم بالتحقيق، لأنه أبي سامحني دخيلك، دخيلك سامحني يا أبي. بتعرف ماجد، انا بعرف انك مونون بقصة الجواز. ليش ما بعرف يعني؟ لأنت بدك تضل هيك؟ البركة مالك صغير. صحيح معك حق، كبرت كتير وما تجوزت، شفت كتير وشفت قليل وما كنت لاقي وحدة تناسبني. بس هالبنت هاي خرطت مشطي تماما، وشها، عيونها، شعرها، قعدتها، كل شي فيها عجبني وبتناسبني عمرا، يعني لا كبيرة علي ولا صغيرة، وهذا هو مطلوبي. صار لي 3 ايام عم بسمع منك هالحكي، بدي شي جديد. مثل شو؟ يعني ما بكفي تخرط مشتك من بعيد لبعيد، لازم تشوفها، تحكي معها، تتعرف عليها، تعرف على حالك. هيك من الباب للطاقة؟ اي سيدي، من الباب للطاقة. شو بدها شغلة يعني؟ بعدين انت ما عم تعمل شي عيب لا سمح الله، قصدك شريف ونيتك سليمة، مو هيك؟ ولا ناوي تتسلى؟ أعوذ بالله، أنا غرضي تسلقي، شو بنا ماجد؟ هلا بطلت تعرفني أنت؟ عم بحكي معك هيك لأني بعرفك، المهم قوم، قوم احكي معها خلصني. هلا شلون بدي احاكيها وما في معرفه بيني وبينها؟ هلا ما صار لك 3 ايام عم تقعد مقابيلها؟ بلا. إيه معناتها صارت بتعرفك، او على قليلي صارت بتعرف انك مهتم فيها، وهذا بيسهل الموضوع كثير. قوم هلا، قوم خلصني. طيب شو بدي احكي؟ يا سيدي الحكي بيجي لحاله، المهم تلاقي مبرر تبدا فيه الحديث. مو هي هون المشكله، المبرر. صار لي 3 ايام عم دور على مبرر وما كنت لاقي. حواليك شي مبرر ظريف؟ طيب شو رايك قوم انا حاكيها عنك؟ هلا عود بلا ولدني، مالنا اولاد صغار نحنا. اذا بدك تخدمني بتلاقي لي مبرر. طيب بسيطه، اسالها قديش الساعه. اسالها قديش الساعه؟ هالحركه ولاديه مو خرجنا، انقرضت من 20 سنه. طيب شو رايك تعمل حالك مخربط فيها؟ شلون يعني؟ يعني مثلا هجوم عليها دغري وقلها مرحبا سهى، على اساس تعرف وحده اسمها سهى واستشبهت فيها، بتقوم بتقول لك انا مو سهى، يعني بعدين بتكفي من عندك. لو كنت مستشبه فيها كنت حكيت معها من يومين مو هلا. بعدين خايف عن جد يطلع اسمها سهى، بعرف حظي انا. طيب شو رايك انك تحمل حالك وتقعد جنبها وتستعير منها المجله اللي بايدها؟ ماشي الحال، فكره معقوله. ادعي لنا اخي ماجد. الله ياخذ بيدك، استناك ولا امشي؟ انتظرني دقيقتين، اذا شفتني عم باخذ وبعطي بالحديث اتكل انت. لو بدي اتكل؟ خذ تاكسي وروح انتظرني مطعم الشلال.
ماشي راح استنى. عفوا هاني سيف، في حدا قاعد هون؟ تفضل. شكرا. حلو الطقس اليوم، لطيف كتير، لا برد ولا شو. ممكن استعير هالمجلة بالله؟ بعتقد ما في داعي لهالحركات. أنو حركات؟ صار لك 3 أيام عم تحوم حوالي وتاخذ لي بوزات، ممكن أعرف ليش؟ الحقيقة أنا كنت وما زلت يعني حابب أني أحكي معك ومنتظر الفرصة. أيوة، وإجيت تستعير المجلة لحتى تخلق فرصة للحكي، مو هيك؟ طيب عفوا، أنت شلون بدك تحكي معي من دون ما تعرفني؟ أنا قلت لحالي إنه ممكن نتعرف على بعض بالأول بعدين بنحكي، طبعاً إذا ما بدايق هالشي. بس بترجاكي لا تفهميني غلط، أنا مو من الناس اللي ببالك منه، بالعكس أنا نيتي اتجاهك صافية تماماً. على كل حال مو مشكلة، أنا ضجراني وحابة دردش مع أي شخص. ماشي الحال، أنا اسمي عادل. وأنا سهى. سهى؟ شو؟ ما عجبك الاسم؟ لا عجبني كتير. أنسة سهى، يا ترى أنت دائماً بتجي لهون؟ يعني وقت بكون مالي بجي لهون لحتى اختلي بنفسي وشم هوا نظيف. بالظاهر بيتكم ضيق وما بيدخلوا الهوا. لا مو هذا قصدي، بالعكس بيتنا كبير وشرح وعين الله حوله. وين ساكنة حضرتك؟ أنا غرب المالكي. وين يعني بالتحديد؟ عدم المؤاخذة للإلحاح. مو مشكلة، بشارع مستشفى الشامي. إيه الحق معك، السكنة بهيك شوارع معرضة للضجة والتلوث، خاصة إذا كان البيت طابق وما في حديقة. لا والله عنا حديقة وكبيرة كمان، بس السكنة برات البلد أفضل، مو هيك بدك تقولي؟ يعني أنا بتمنى يكون لي برات البلد بلاطة واحدة حتى أبني عليها عش مثل عصفير وإسكن. بس منين يا حسرة؟ وحضرتك ما بتحبي تسكني برات البلد يا ترى؟ بلا، وبصراحة عنا مزرعة بالصبورة وفيها فيلا ضخمة ومسبح وأشجار مثمرة، بس رغم هالشي الواحد بيمل أحيانا ما بيعرف ليش. عفوا، يعني بفهم من هالكلام إنه حضرتك ميسورة الحال؟ إيه ولله الحمد، الوالد مخلف لي مزارع وبيوت ومصاري وعندي شركات كبيرة وضخمة، ورغم هالشي بحس بالملل ما بعرف ليش. معقول عندك كل هالأملاك وكل هالإمكانيات ومالة؟ هو صحيح المصاري ضرورية لرفاهية الإنسان وراحته، بس لما بتكون مكدسة تكديس تتحول لنقمة. كيف ما اطلعت حوالي عم لاقي ممتلكات ومجوهرات ومصاري، صدقني مليت، يعني حاسة حالي إنه حياتي كلها فارغة، مع إنه كلها سهرات بأرقى الأماكن ورحلات لأوروبا ومتابعة لأحدث صيحات الأزياء والسيارات. عفواً شو نوع سيارتك؟ يعني شو بتحبي تسوقي؟ لأنه سيارة واختيارة بتدل على شخصية الإنسان. شايف السيارة اللي واقفة هونيك؟ أيوة، هاي المرسيدس البيضة اللي حدا الشوفير. هاي سيارتي؟ ايه سيارتي وسائقي الخاص. تتهني فيها، فعلاً سيارة مرتبة. بتصدق مليت منها مع أني من شهرين اشتريتها. لا شو الحكي؟ قبلها كان عندي فراري صفرة، وقبل الفراري كان عندي جاكوار كحلي وإلى خط ذهبي، وقبل الجاكوار بدلت شي 4 سيارات أمريكي، وهلأ والله ناوية بدل المرسيدس. شو رح تشتري بدالة؟ بي ام؟ ما بعرف، بجوز الطق بمخي وأخذ لي زلحفة صغيرة. زلحفة؟ نوع من التغيير مو أكتر. تعرف يا أستاذ عادل إني ما بثق بحدا من اللي حوالي، بحسهم كلهم منافقين ومخادعين وصيادين فرص، والكل بيتعامل معي من شان ساروتي مو من شان شخصي.
عشان هيك عم احس كل شيء حوالي مزيف وبارد وممل. الله يعينك، تاري عم تعاني كتير، مو بس الفقرة اللي بيعانوا. نيال الفقير وعيشته كلها بساطة ورضا وقناعة وصدق. عفوا آنسة سوها، إذا سمحتي لي اتدخل، يعني كمان أنت بتتحملي مسؤولية هالشي، قصدي إنك فيك تختاري لنفسك أجواء خاصة ونمط معين لحياتك بحيث إنك تكوني مرتاحة. هذا الحكي نظري، لو كان عندك ثروة بحجم ثروتي ما كنت حكيت هالحكي. ليش كل هالقد ثروتك كبيرة؟ ايه كبيرة، لأني أنا البنت الوحيدة للوالد الله يرحمه. هو كان مغترب وكان عنده أملاك كتيرة، ولما توفى ورثت كل شي عنه. صحيح أنا ما بشتغل بإيدي وعندي موظفين ومستشارين ومدراء أعمال، بس مجرد متابعة الأرقام وإحصاء الأرباح بوجع لي راسي. والمشكلة إني وين ما حطيت مصاري بربح، لو كل الناس خسرت أنا الوحيدة اللي بربح. فعلا مشكلة. تخيل من سنتين اشتريت مزرعة بقر ببريطانيا لأنه والدي الله يرحمه كان يشتغل هنيك. المهم اشتريتها $5 مليون، وبعد فترة كل بقر بريطانيا جن إلا بقراتي، ما صار لهم شيء. لا مو بس هيك، زاد سعرهم كمان لأنه ما جنوا. العمى على الحظ، قصدي شو هالنحس هاد. ومرة اشتريت مزرعة عنب جنوب إسبانيا، نحمر بيا مربط خيل العرب، يومتها انضرب موسم العنب كله، لحقته دودة وما خلت منه شيء إلا عندي، ضلوا عنباتي مثل ما هنن وبعتهم بأغلى الأسعار. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش هيك عم يصير معك أنت؟ النحس لاحقني وين ما رحت، ليكون وجعت لك راسك بحكي. لا لا أبدا، أعوذ بالله، بالعكس أنا مسرور كتير لأنك فتحتي لي قلبك وحكيتي لي كل هالحكي. فعلا أنا كنت بحاجة لأي إنسان لحتى أحكي له وجعي. صحيح ما سألتك، أنت شو بتشتغل؟ أنا؟ إيه أنت؟ شفتي البقالية يلي ورا جنينة يلي إلها خيمة خضراء؟ إيه عرفتها، هي إلك؟ لا شو إلي؟ بشتغل فيها بس. آه شو بتشتغل بياه؟ لا محاسب ورا الصندوق، يعني هيك شغلي على قد الحال. يعني أنت فقير؟ يا ستي بإمكانك تقولي فقير أو معدم لأنه الراتب قليل كتير. إيه نيالك، على فكرة أنت عايش بنعمة مالك حاسس فيها أبداً. أنا؟ على القليلة بالك مرتاح وذهنك فاضي. مو بس ذهني فاضي وجيبتي فاضية كمان. أنت شاب والمصاري مثل ما بتجي بتروح، لا تزعل عليها أبداً. مالي زعلان؟ مين قالك أني زعلان؟ أنت متجوز؟ لا لسه ما صار نصيب. وحضرتك؟ في 2 حايمين حوالي وعم يطلبوا إيدي. الأولاني ابن تاجر عربي كبير اجتمعت فيه بلندن، عنده محلات أقمشة بأوكسفورد ستريت. صحيح هو جنتلمان كتير ومزوي، بس مشكلته بارد. أنا ما بحب الباردين، بتحس ردود أفعال الباردين معدومة، شو ما صار حواليهم ما بيتأثروا. والتاني ابن ملاك كبير هون بالشام، عنده مزارع كبيرة كونسيروا وما كونسيروا ومرتديلا ومعامل آليات. كمان الشاب لطيف ومهذب، تعرفت عليه بحفلة كوكتيل بسفارة ولمح لي على الموضوع. أنت شو رأيك؟ المشكلة الاثنين ما نزلوا لي على معدي، أنا غنية وهن غنايا، وحديثنا المشتركة رح تبقى بايخة، كلها شغل وعمل وصفقات، وأنا هربانة من هالشي. أنت شو رأيك؟ بشو؟ تحب ننزل لك الغداء سوا؟ لا معلش، شوية تانية، عم بستنى شخص، فنجان قهوة تانية تسمح. حاضر. على فكرة أنا ما حسيت معك بالوقت أبداً. صدقيني أنا عندي نفس الشعور أنسى سوها. من زمان ما صار لي فرصة لأحكي كل هالحكي، بتمنى ما أكون أزعجتك بمشاكلي. لا لا بالعكس، أنا مستعد أقعد معك 7 أيام بليليها وأنا عم بسمعك. بس هلأ عندي طلب صغير. تفضل. ممكن أشوفك مرة تانية؟ خليها للظروف. وليش لنخلي الظروف تتحكم فينا؟ ليش ما منتحكم نحن بالظروف؟ على فكرة أنت جريء وأنا بيعجبني الشاب الجريء. وأنت ذكية ولماحة وأنا بتعجبني البنت الذكية. شكرا، هذا من لطفك. على كل حال أنا مسافرة كم يوم على باريس، بدي أجيب كم فستان، برجع يوم الأربعاء. الخميس الجاي بتلاقيني هون بالجنينة. حاببتك كتير لهالجنينة، كتير مسلية. وأنا رح أضل هون بالجنينة من هلأ ليوم الخميس الجاي. طيب عن إذنك.
مع السلامة. الله معك. سعيدة. قصة طيبة. الله معك. شو استاذ ما رح تتغدى عنا؟ لا والله بدي امشي، إذا حدا سأل عني قل له ماجد عم يستناك بجنينة، خليه ينتظرني. حاضر. شكرا. أهلا وسهلا. شو وينك؟ تأخرت كثير أنا سوها. معلش صار معي ظرف طارئ، حدا سأل عني؟ سأل عنك صاحب المحل وكان معصب كثير. اي وشو قلت له؟ قلنا له راحت مشوار ضروري كثير وهلا بترجع. وحكى شيء؟ لا ما حكى. هي الفواتير عندك. يلا. يلا يا ابو رامز. لوين عاد البيت؟ خذني على مطعم الشلال، بكون ماجد عم ينتظرني هنيك، ملل من الانتظار. حاضر يا ابي. امنت بالله، امنت بالله، تراري راري من نور جمالك آية آية من الله. آمنت بالله نور جمالك نور عجيب. يعطيك العافية أبو نوراس. لازمك كوراس. أهلين وسهلين، لك زمان ما شفناك يا أبو زكي. هلا لشو كتر الحكي؟ ما بتعرفني إنه أنا حمار شغل وما عم بفضى صير بني آدم؟ الله عليك يا أبو زكي وعلى حكيك، هو صحيح ما بيتاخد برأيك بس حكياتك مسخنين. ولك شبك من على بكرة الله نازل تلويص بهالطين؟ شو بدي أعمل يعني؟ شغلت كل يوم عم حش الفصة وعم عشب المسكبة، هي هي كل القصة والشغلة صايرة متعبة. لك شبك أبو نوراس؟ لساعتك شب؟ من هلأ بلشت تنق؟ لك إيه خلاص راحت علينا وانكسرت إذنه للحق. الخلاصة بدك مني معاونة؟ لا ما بدي إلا سلامتك. لكان وينك؟ عند الغدا منتغدى سوا، معي زوادة مرتبة، عزيمة ما صحت لحدا ومناكل عند المصطبة. تشكر يا أبو زكي، روح تهون هلأ بكير لسه عالظهر، وبس خلص تعشيب بجيب زواتي وبجيك. الله يعافينا ويعافيك. ابقى الحقني خاطرة. الله معك، مع السلامة. لا دمعي كافى وطافى النار، ولا الحبيب ولا الحبيب ولا الحبيب قلبه على أيا أروح لمين. إيه شو هذه العلق بالمحفار؟ كأنه جرد فخار. إيه والله هاي فخارة صغيرة، يا ترى مين دافنها بهالديرة؟ أحليين تكون طميرة. والله باين أنت تقيلة، شو يعني فيها ذهب؟ لا وتمها مسكر بالطينة وكسمة مثل اليقطينة. يا للعجب والحيرة، ايش جرد ذهب صغيرة؟ ذهب يا ناس، ذهب يا عالم، ذهب يا ذهب 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 ذهب، والله ويلي اسمه الله ذهب ذهب يا هو، ذهب يا امم، ذهب يا عالم ذهب، والله ويلي اسمه الله ذهب ذهب يا ابو سكين.
خير خير. هلا تركتك بعقلك، شبك عم تصرخ مثل المجنون؟ هنيني يا ابو زكي هنيني. وعلى شو بدي هني؟ علي صار فيني. شو صار في؟ لقيت جرة ذهب يا ابو زكي. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك. ها شوف ورجيني. يا والله صحيح، هذا ذهب رشادي من عهد السلطان. قولك هدول بيشتروا لي بستان؟ ولك بيشتروا بستان وجوز فدان وبتحفر بير وما بتنطر العدان. أمنتوا فيك يا ربي شو كبير، عطاني على هوانيتي. خود خود. شو ها؟ ذهبي تستاهل، خود أبلك. لا 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 أنا ما باخد مال حرام. لا لك شلون مال حرام؟ هالمال مالي أنا، لقيته يعني ماله صاحب. شو هالحكي؟ شلون ماله صاحب يعني؟ فهمني. طبعا ماله صاحب. لا يا ابو نورس لا، هالذهب الدولة صاحبته، وكل شيء بباطن الارض الدولة مالكته، الشغلة معروفة. هلا لا تنزع لي مرائي وخليني مروق. على عيني. شو بدك تعمل بهالذهبات؟ والله ما بعرف يا ابو زكي، ما بعرف. خايف فوت على البيت فيهن تقوم تشوفني ام نورس حاملهن، تعمل لي زيطة وزنبليطة وكاني وماني وتفضحني بين الناس. طيب وانا الثاني؟ ما بتخاف اني افضحك؟ انت رجال يا ابو زكي وبتعرف تصون لسانك وبتفهم، اما النسوان ايه بلساناتهم مبلط ارض جهنم. يعني ما رح تقلها لام نورس على الكنز؟ لا، ام نورس مو معوده على العز وطموحات رخيصه، وخايف يفلت لسانها وتتحش لي هالبصل بهالرز وتلوص لها شي تلويصه. لا والله ام نورس مو هيك. لك أخي إذا دريت أم نورس بالمصاري أبدأ تنق علي إجباري، يا أما بتجيني عن ناعم ومثل القطة بتنوي، وإذا طناشت بتعمل لي اللازم ومثل الديبة بتعوي. هلأ أختي أم نورس هيك؟ ها قال يعني ما بيعرفها. بعرفها بس أنت غلط عم توصفها. طيب ما فيها شي، أنا رح أعمل معها تجربة، إذا نجحت فيها بحكي للقصة، وما فيها لانه مثل ما عم تقول يا ابو زكي اذا دريت الحكومه بالذهبات بتاخذهم وبصفع الحصيره لا طويله ولا قصيره. بقى شو رايك؟ مثل ما بدك انت حر، بس انا متاكد انه ام نورس بتحفظ السر، وفوق هيك امينه وما بتفشي سرك ولو كان عندك من الذهب خزينه. بعدين بتحبك، ولو ما كانت بتحبك ما كانت تركت المدينه وسكنت معك بالبستان برات المدينه. أنا مرتي بزمانها أودعت عند مرتك سط الأطران، ما لحست منه المخلوقة ولا لحصة. بقى احكي لها سرك وما رح تسمع منها ولا همسة. لا فعلا هذا جوزك أبو نورس ما له حق. طبعا ما له حق. ليش؟ لأني أنا بحفظ السر، خاصة إذا بيلحقنا من وراء إفشاء الشر. وأنا من جهتي بحفظ السر وطالعة بهالشغلة لأمي، يعني ببخل بريقي على الفولة يلي بتمي. وأنا هيك، وأبو نورس ظانني غير هيك. المهم هلأ شو صار؟ آخ بعدين يا حبيباتي، وبليلة من الليالي كنت نايمة في فرشتي وأبو نورس عم يحوس ويلوس فوق راسي، شي بيشعل الضو شي بيطفي الضو وشي بيقرقع بالتناك، وما كنت أعرف شو حكايته. أبو نوراس حاجة بقى، حاجة تحوص طفيلي الضوء. فكري افتح الشباك حتى يبرد الجو. لا لا أبو نوراس، اوعى تطير لي الناعوسة واوعك تفتحوا لي الشباك، امبارح حرصتني الناموسة. ايه على عيني على عيني وراسي. شو أبو نوراس شايفتك اليوم فايق قبلي؟ ايه والله يا أم نوراس تركيني بهمي. خير شبك أبو نوراس؟ ماشي الحال. شبك احكي لي في شي؟
نعم. وقف حكيلي، شوفي ابو نوراس غليت لي قلبي. شوفي ما في شيء. شلون ما في شيء؟ جوزي وبعرفك. بالله حكيلي شوفي. لك اتركيني بهمي، ما في شيء اعمل لك. ابو نوراس حلفتك يمين برب العالمين وبالغوالي، حكيلي ولا تشغلي بالي. بخاف اذا حكيت لك تحكي يلي بدي احكي لك يا للناس. ليش اللي بدك تحكي سر؟ اي نعم. وشو هالسر بعيد الشر؟ انا يا بديع سري كبير كتير. طمن واحكي، كأنك لحشته ببير. وبترجاكي لا تحكي لحدا مهما يصير. ما بحكي، بس انت احكي، قلقتني. انا يا مستورة كل يوم على بكرة عم يحصل لي امر غريب. مو غريب الا الشيطان. وشو عم يحصل معك بقى؟ شايفة هالبيضة؟ شو هالبيضة؟ بيضة وز؟ لا. بيضة بط؟ لا. بيضة نعام؟ كمان ما حذرتي. الحق بإيدي ما أحذر. غريبة كتير هالبيضة. بيضة شو هاي؟ بيضتي. لا تعبسي بوشي يا بديعة، لأنه حالتي بشعة كتير وفظيعة. ما فهمت عليه. لك يا بديعة أنا عم بيض. شلون شلون؟ شو قلت؟ هاي هي الحقيقة. كل يوم عم فيق عم لاقي بيضة تحت مني بالفرشة، وعم تصيبني من حالتي الدهشة. بيضة بالفرشة؟ مثل ما عم قلك. ومن ايمتى صار لك على هالحالة؟ 4 أيام وبيضاتي ليكم بالسلة. فعلا هالشي مثل السحر يا ابو نوراس، مع انه ما لنا على البحر، بس هي البيضة مثل بيضة النوراس. مشان الله دخيلك دخيلك يا ام نوراس، ما بدنا مشاكل وما بدنا فضايح. لا تحكي لحدا واعملي جهدك تنسي بكره يلي قلت لك يا امبارح. على عيني رح انسى، بس بيضة وشلون عم تبيض جنبي بالاوضة؟ مشان الله انسي كل شيء اعتبارا من هاللحظة. نسيت. نسيتي؟ خلص نسيت. متأكدة؟ متأكدة. طيب بدي أسألك، شفتي البيضة شي؟ شو قصدك؟ عم بسألك جاوبيني، شفتي البيضة شي؟ لا شفت بيض ولا شفت دجاج. أنا بيض شي؟ أعوذ بالله، أنت لا بتبيض ولا بتحيض. لمحتي الخروف؟ لا شفت صوف ولا خروف. شفتي الجمال؟ لا شفت الجمال ولا الجمال. سمعتي شي؟ لا سمعت ولا شعت. لاحظتي شي؟ من أمتى كنت لاحظ أنا؟ عظيم كتير، وبهالصورة عجبتيني، وبتمنى تضلي ساترتيني على بين ما اشوف شي حكيم مارس. بركي فقسوا البيضات وصاروا نوارس. ولا يهمك يا روحي ولا يهمك. بس بترجاكي بديعة لا تبيعي سري برخيص. ولو ولا توصي حريص. اما هاي قصة غريبة وحكايتك يا بديعة والله عجيبة. اما هاي سمعة رجال ببيض، فعلا الشغلة فيها أحراج. بس يمكن هذا مريض أو انعدم من مخالط الدجاج. إيه المهم، وشو صار معكم بعدين؟ وبعدين يا ببو العين تقلت علي الخبرية، وراسي ما حملني، مع إني أنا وعدته بالسرية. بس هالسر كان أكبر مني، يعني صار معي مثل اللي قالوا لا خدي دائبة واسكتي. قالت لهم لا، حط دائبتين وبحكي. ليش شو عملتي؟ خلوني بالأول اتنهى وديروا لي وشكن على هالمشهد. يا ام صالح، ام صالح. نوراس اهلين. مرحبا ام صالح. اهلا وسهلا ومرحبا. نورك ولا ضو الكهرباء؟ لا انا بشتغل على البطاريه. اميت اهلين بام نوراس، طمنيني شو اخبارك، كيف حالك؟ الحمد لله انا اخباري كويسه، بالليل بالحس عسل وبالنهار باكل هريسه. العمر كله ان شاء الله. شو طبختي اليوم؟ خبازه مع الكزبره والثوم. وانتي؟ يا ستي انا طابخه مفركه كوسه وفاسي على وشها بيض. بيض؟ ايه بيض. ليش ناقصتي؟ اخ يا اختي. خير؟ شو بكي؟ مالي عرفانه شو بدي اقول لك. احكي ولا تخافي. اخ بصراحه متكرك بهاليومين. ليش لا سمح الله انت متخانقه انت وابو نوراس؟ لا هي الشغله صار بدها قعده. تفضلي ام نوراس. ايه ستي هاتي لشوف. احكي لي. خايف احكي لك تفشي سري. ليش اللي بدك تقولي سر؟ ايه والله سر وما بيسر. خير بالصلاه على النبي. شو هو؟ رح اقول لك، بس يا ام صالح السر خليه بين اثنين، ما بدي بكره اسمعه من 2000. إيه لا ولو انت الثانيه،
شو شايفتيني منخول؟ أنا السر ما بطالعه من صدري بعد ما يدخل. كتير حلو، وهذا عشمي فيكي. هاتي لشوف. هذا يا ستي جوزي أبو نوراس عم يبيض. شلون شلون؟ ما سمعتك. أبو نوراس يومية عم يبيض بيض أني. قل هو الله أحد. ما بزل عليك، وصار له على هالحالة 4 أيام. وشلون عم يبيض يعني؟ مثل الجاجة بلا معنى، بفيق بيلاقي فرشته بيضة. قل أعوذ برب الفلق، ليكون عم ينيم جنبه جاجة؟ لا، هو نفسه اللي عم يبيض. طيب شلون هيك؟ ما بعرف، مو بعلمي ولا بخبري، والمسكين كتير خجول من حاله ولا عم يصدق يلي عم يجراله. يو أضرب عليك وعليه يا بديعة، والله زعلتيني على الخبرية. تشكري يا أم صالح، هذا لأنك بتحبينا وبتشعري فينا، بس بترجاك يا أم صالح لا تفضحينا. ولو أنا بعرف شلون أحبس لساني، وبعمره ما فلت مني ولا بعمره رماني. طول عمرك أصيلة. شو رأيك بنفس أرجيلة؟ يلا. شو هالحكي؟ الله وكيلك، هالشي من مرته سمعته، وما في شي من عندي جبته. أبو نورس ببيض؟ إيه، قال كل يوم الصبح ببيض 5 بيضات. العمى 5 بيضات؟ لك جاجتنا يلي هي جاجة، إذا باضت باليوم بيضتين مشان صحتها من إلا حاجة. إيه، البيوت أسرار يا خديجة، والله يستر أبو نورس من النتيجة. 10 بيضات؟ هذا بس بالنهار، وبالليل 10 قديش صاروا؟ 20 بيضة. صوري 20 بيضة عم يبيض باليوم هالمعتر. يو، ايش وحدا داعي عليه؟ ما بعرف. دخليك، وين عم يروح بهالبيض هذا كله؟ هذا اللي نفسي اعرفه، بس وينك؟ لابد ما يجي يوم واكشفه. ويا على قامتي، 50 بيضة؟ اي نعم 50، 50 بيضة عم يبيض هالمسكين. يمكن لانه ما عنده اولاد، والله ما طعمه نورس. قام سبحان الله، باض وفقص. الله وحده العليم. وقال بخميس البيضات عم يبيض قدهن على مرتين. يوه، يعني 100 بيضة؟ ايه نعم 100 بيضة يا زينب. العمى 100 بيضة عم يبيض؟ يا لطيف، 120 بيضة؟ و50 بيضة عم يبيض؟ لو كنت محله لأصبحت مريض. وبعدين مشي الخبر بالبلد كأنك سلمتي السر لولد، والكل صار يتمسخر ويتفقس. شو يقولوا يعني؟ الشريد اللي يقول لي قديش بعده سلة البيض يا أم نوراس، وغيره بيقول لي إذا بدكم تخزنوا البيض لا تخزنوا فوق بعضه بفقس. إيه، وإنتي؟ أنا مصدقة جوزي بس من دهشة. وهو؟ هو صار يبهدلني ويتهمني، بعدين وقع مريض وقال لي لولاكي ما عرفت العالم بإني عم بيض. طيب وبعدين؟ بعدين يا ستاتي الكرام وصل الخبر لقاضي البلد، استعجب كتير الزلمة وبعت ورا جوزي ليعرف شو حكايته. مولانا القاضي، مولانا القاضي، أبو نورس البياض يتشرف بالمسؤول. خليه يدخل. السلام عليكم مولانا القاضي. أهلين أبو نورس. بكم مولانا القاضي. شو جايب لي سلة بيض حتى ترشيني؟ لا وحياة ديني، بس بلا ما نقول سيدي القاضي، أنا بإيش متهوم؟ أنت مالك متهوم بشي، بس قال إنك عم تبيض 200 بيضة مثل الجاج. بقى شو القصة؟ سمعني إياها وفهمني. وباعتباري وسيلة إنتاج بدها الدولة تأممني؟
لا لا ما في شيء من هاد، بس هالظاهرة غريبة خلتني جن، وما سمعتها بحياتي لا من إنس ولا من جن. بقى عود واحكي لي وخود راحتك. وبصراحة خايف كتر البيض يأثر على صحتك. يا سيدي الله يخليك ويديمك، القصة كلها مبالغات وما فيها بيض ولا ما يحزنون. الله وكيلك شائعات وكل مين صدق مجنون. هلا بلا تلبسي أبو نوراس، إن سألتك بتجاوبني وما سألتك بتخرس. يا سماحة القاضي، يا صاحب السماحة، قسما بالله أنا مالي عم بيض، يعني برام المسألة بعقلك، معقولة بيض وأنا بني آدم مثلك؟ لكن شو هالخبرية عنك اللي ملي البلد؟ يا سيدي رح قلك، بس يعني يا ريت هيك تعطوني منديل الأمان ولا تحاسبوني على الذي كان. احكي ولا تخاف، عليك الأمان. وما بتحبسوني يا سيدي؟ احكي ولا يهمك، سماحتي مشهور عنها العدل. طمنتني يا سيدي. هذا يا صاحب السماحة، أنا فلاح ومهنتي الفلاحة. كنت عم بحفر بالبستان حد شجرة الرمان، وما شف لك إلا هالمحفار علق بإذن جرة ذهب صغيرة ملفوفة بكيس خيش مهرهر عتيق. من فرحي عقلي طار ونويت أحكي لمرتي شو صار، بس خفت يا سيدي ما تحفظ السر، لأنها على طول بتقر وبتبر وبتنسى الخبر الحلو وبتحكي الخبر المر. فقلت لحالي يا ولد اكذوب عليها كذبة حتى تمتحنها وقلها إنك عم تبيض. فإذا كانت حفظت لسانها ولزمت الأدب بحكي لها عن جرة الذهب. قامت المخلوقة نشرت الخبر بين كل الخلق والبرية كأنها وكالة صحفية، وهي هي كل القضية. وتفضلوا، هي جرة الذهب ملفوفة بالصرة وأنا بعتبر حالي ما لقيتها بالمرة. هيك لكان. قسما بالله ما بزل عليك. فعلا يا أبو نورس، قصتك عجيبة بالباطن وبالظاهر، ولازم تنكتب بالتاريخ المعاصر. أمرك يا سيدي. لكان خذ هالجرة، أنت أولى من الحكومة. أنا أخذ الجرة؟ الظاهر إلك مقسومة. طيب يا سيدي اتفضلوا يا سيدي، هي كمشة ذهب بدون عد. ولك عم ترجيني يا وغد؟ بشرفي هلأ بحبسك وبخمد أنفاسك وبحطم إحساسك. طيب يا سيدي طيب، سامحوني دخيلكم. روح انقلع من وشي العمى، مو ناقصنا إلا نرتشي. قلت لحالي يا سيدي بركي بتشترونكم بغلة أحسن ما تروحوا لبيتكم مشي، لأنه هيك عم يصير بالقاضي. وجاهة يا حسرة على الفاضي. يلا انقلع من وشي أوام قبل ما صادر لك الذهبات. حاضر يا سيدي، أمرك يا مولانا. حاضر يا سيدي القاضي، تكرم. الله يخلي لنا اياك، الله يدير لنا اياك. طيب شو اللي خلاكي تحردي طالما صرتي غنية ومسعدة؟ يعني صار الذهب عندك بالخزانة وفوق منها حردانة؟ لك يضرب الذهب وساعته إذا كان جوزي بده يكذب علي ويحل سألته. على كل حال اسمعوا شو اللي صار. أش أنا يا أبو نوراس؟ أنا طالعني كذابة؟ لك مو مسألة كذابة، بس أنت لسانك حاكمك مو بإيدك، هذا طبع النسوان. وأنت ضروري تخجلني قدام مين من كان؟ انتي خجلتي حالك بايدك، انا ما قلت لك افشي سري. العمى قال شو؟ جوزي عم يبيض. لا وشو بتقلي مدعس بصوتها العريض؟ يا ترى جوزك بيحيض قبل ما يبيض؟ يا خجلتي ويا كسفتي منك يا ابو نوراس. المهم يا ام نوراس، هلا صرنا غنايا وصار لجحي سرايا. تضرب المصاري وساعتها، قسما بالله مالي قعدت لك بهالبيت دقيقه وحده. وين بدك تروحي يعني؟ لبيت اهلي. يعني بدك تحردي؟ مثل ما بدك احسبها، يا لئيم يا ردي. لا يا بديعة، انت بهالتصرف مالك حق. ليش بعدي؟ شو انا مالي انسانة ولا ما عندي كرامة؟ ايه بس الحق عليكي، انت اللي خليتيه يكذب عليكي. هو هذا عيبي، لساني مثل المقص، بخاف ان بلعته بحلقي اختنق وغص. بدك رأيي يا بديعة؟ هاتي لشوف. الصراحة انت مالك مظلومة،
يعني عليكي نص الحق وعلى جوزك النص الثاني. شوفي الثانية. يلا في حدا؟ مينو هاد؟ يمكن أخي أبو دياب لأنه معه مفتاح باب الصاق. فوت أبو دياب فوت. السلام عليكم. كأنه أبو نوراس. أبو نوراس؟ هذا أنت أبو نوراس؟ أي نعم، وبصراحة جاي آخذ الحرمة لأنه البيت بلاها عتمة. وليش لحتى تاخذني؟ طالما صار معك مصاري طلقني وروح اتجوز. اتجوز؟ يعني ما أحلاني بعد ما ختمت كتاب القراءة بلش من أبجد هواز.